مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فاس فاس. برنامج فاس فاس يطرح الليلة موضوع حارق، موضوع تقريبا غطى على كل المشاكل في الشارع التونسي، من فقدان الحليب إلى فقدان الدواء إلى فقدان زاد النفة، تقريبا زاد مفقودة. موجودة هنا عندي باباي، والله مثلا من نهار مشوم حاجة بالنفة الدورة البلاستيك هذا مفقودة، معناتها مفقودة مفقودة، أنا بدي النف من زير. موضوع الليلة هو موضوع حارق شوية، هو موضوع معناتها أثاره السيد الرئيس مرة أخرى، ألا وهو موضوع المساواة في الإرث. للحديث في الموضوع هذا استضفنا سي والناس المسكر، مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك، محلل استراتيجي باش يكون واضح معنا. سي المحلل الاستراتيجي سي والناس. وباحث في علم الاجتماع. مرحبا سي والناس. زاد استضفنا الضيف الثاني سي نونو النعنع. مرحبا. على سلامتكم الناس الكل، وتشاو تشاو عليكم، وراني نحبكم برشا برشا برشا. شكون هذا؟ شكون هذا شكون؟ شكون هذه ولا شكون؟ سي نونو انا مش ناخذ معنا من الحوار هذا باش نحلل الاستراتيجيات نتاعي. وصى بالك سي والناس، انا مش تحلل الاستراتيجيات نتاعي. سي والناس وصى بالك، لازم تقبل بالراي المخالف وتقبل بجميع اصناف الرهوت البشريه اللي موجوده، وتقبل بالديمقراطيه والحريه. سي والناس واش بيك يا شسمك؟ الحريه مش ثبت وهبت، شديتونا في اللبانه نتاع الحريه، اللبانه نتاع الحريه. وصى بالك يا مستويات الحق تحت لها. ما عجبتكش يا شسمك؟ شبيك مسكر ياسر انت يا شسمك؟ سي والناس ما 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 سي صعيب عليه، ما نجمش نقولها له، ما نجمش نقول هذا مارك اللي بيقولوا الناس ومختار وعلي وخليفه، ما نجموهاش. باهي باهي، وسع بالك وسع بالك وسع بالك، هذا استغفر الله راضي. واه وهو شليغموك القطوس يا سي يا سي نونو، خلينا من الشيء هذا ولا نكبر جولي نتاعي. باهي باهي، مازلنا ما دخلناش في الموضوع راه. يمشي يمشي بجاه ربي يمشي، كمل كمل، خل تعدى الحصه على خير. برا اسئله معلش ياسر عاد. باهي باهي باهي، وسع بالك وسع بالك، ما تغشش علينا. باهي نبدا بك سي نونو نانا كاكا نونو زاد نانا. شنو هذا؟ يا سي والناس يا سي والناس يا سي والناس، خلينا ندخلوا في الموضوع ترى. مش هذا الموضوع، شرح من كرامتك كذا. شنو سي والناس قبل نانا؟ شو نقول لك بصراحه؟ انا بصراحه راي المراه الظلمت طول العهد البايد. زدت ما سالتش انا السؤال. لحظه برك خلينا نفهموا بعضنا من غير ما نقاطعوا على بعض. نقطة نظام يعيشكم. سي نونو، انت ايش رايك في القانون الجديد بتاع المساواة في الميراث اللي يحب يمروا سي الباجي؟ شو انا نقول لك بصراحة بصراحة، راهو المرأة ظلمت في العهد البايد هذايا. صحيح المرأة ظلمت كما قال هو، من ليلة وانت راجع شيء، من ليلة وانت راجع كلهم مظلومين. ما تقصش عليا عايشك. من غير ما تقص عليا. نعم بوزينك. تقول هذه ها بكري كنت تقول انا ابو زينك، اقسم بالله كشكالي في ما قصتهم لك. يا عايشك يا سي والناس. سي والناس تفرج فينا من غير تشنج. باهي من غير تشنج واصل، من غير ما تقص عليه عايش. شوف انا راهو مانيش باش نبقى نعيط ونسيح يا سي المسكر ولا شو اسمك. سي والناس المسكر. اي انا راهو من معناتها ولا سكارة ولا شنو هو، فهمت؟ واصل شنو فيه؟ وحل استراتيجي يا سيد شكون في بالك؟ واصل. نقول لك ما عاد ثم فرق بين الرجل والمرأة، وزاد المراه من حقها باش تورث راهو، وحتى اكثر من الراجل كان لازم. باهي سي انا مش معاك، مش معاك في السياق هذا. القانون يخص المراه والراجل. حتى المراه قال لك تنجم تورث حتى اكثر من الراجل. يا ودي نمشي معاه، المراه تورث اكثر من الراجل، لكن نمشي معاك هذا. انت اش مدخلك؟ هو شو اش مدخلني يا سيد؟ ما فهمتش اش معناتها سي والناس. يا سي نونو شوف، انا نحكي لك القانون هذا راه يخص المراه ويخص الراجل، تاخذ اكثر تاخذ اقل قد قد. انت اش مدخلك؟ اش مدخلك؟ انا نحب اقول لك حاجه، انا راني ندافع على حقوق المراه. يا شو اسمك؟ اش مدخلك في حقوق المراه؟ جابها ليك المراه يا رسول الله. لا هو انا نظم راسي. انا المراه راهي جزء مني وهي جزء منها. فهمت؟ وما يعجبك هكا؟ ونحب نقول لك حاجه اخرى زياده، اللي معناتها ما عادش فما فرق راهو بين الرجل والمراه. الله الله فعلا معناتها. باهي سوى الناس، ما غير تشنج لازمك تسمع الراي المخالف يا عيش. باهي سوى الناس، انت شنو رايك في الكلام اللي كنت تسمع فيه؟ شكون الراي؟ انا نقول لك راي، كان ما كنتش هنا في الاستوديو في تنزا راني ندبتهم، ما تدور اللحيه، راني نندب راني نندب على الرجال كيفاش ولد والرجال كيفاش ولد. سوى الناس ما تخليش الناس، ثم ناس تبع فينا عايشك، الناس حداثيين وتقدميين قاعدين يقدموا بالبلاد مي الغالب باركه، وتخليهمش يتغشوا علينا. يعيشك يا سوى الناس، ما تغشش الناس تتفرج فينا، والناس اللي قاعده تتقدم بالبلاد وقاعده معناتها
وانت زاد راك ما انا نقول لك معناتها ضد الحداثه ولا شنو ولا واصل باهي انت تراسي نونو انه معناتها لازم الرجل يتطور معناتها يواكب التطورات هذيا حسب ما فهمت من كلامك معناتها بالطبيعه بالطبيعه ايش نقول لك راه فما تطور في العالم قاعد يصير واحنا ماناش قاعدين نطبقوا فيه خاطر مثلا كان جينا نحن متطورين ونشوفوا العباد كيفاش تعيش لبرا مثلا لو ميستاش نتاعو شلاغم شلاغم ما يشبه انا نشكر الصحافي اللي مقته حجم الراجل معناتها في البلاتو ديريكت نحالو شلاغمو حجمت له طفله واللي زاد حجمته صحيت اللي حجمت له طفله خرجنا فيها ام حلاك يدك فهمت معناتها انت ترى انه كان يحاسب شنباته خير سي بالطبيعه لو درت على شنباتي هذه اخر طالع ما عادش رجال انا نقول لك الحكايه هذه مدروسه يا بابا شو مدروسه اش معناتها مدروسه الجماعه تحب تقضي على الرجوليه هذا هو المبتغى الكل من تنحيه الشلاغيه باهي احنا غير ما نخرجوا على الموضوع على السياق انت ترى سي نونو تو نرجع لك سوى الناس ووضح لنا موقفك من ميراث باش ما نخرجوش على الموضوع انت ترى انه الرجل لازم يقبل بالمتغيرات بالواقع الجديد ويقبل القسمه بتاع سي الباج ميسي نورمال بصراحه يزينا منها رجوليه ايش ربحنا منها نحن تو والله تو في الشارع ما تسمع كان برجوليه انا امنيتي نسمع كي بنسويه ما تنسبه للنساء معناها فهمت طلعه تو باي سي والناس انت شنو رايك معناتها برجوليه في الموضوع هذا نتاع قانون الميراث وسع بالك يا راي ما تحب راي بصراحه بصراحه رايك نلقى نضرب هالماركة هذا ضربه بين الوضع نردي في راسي خليه يفرفط يا سوى الناس يا سوى الناس احمس موت يا سي يا نونو راكم في التلفزه الناس تفرج فينا ما نخرجوش على الموضوع والله يعني. اني تحت المستوى هذا ومقابل واحد كبار والله تو هذا يتمس وراه الشعر فيه بلف وراه الناس صحاح يعيش معناتها مش صحاح عطيتك بلسان هذه سوريا بتاع راجل خلينا هيئة عراش الهادي يا سي يونس وسع بالك ما غير تشرب احترم نفسك كما قال احترم واصل اعطيني الصحيح انت مع قانون الميراث هذا اللي اقره الباجي السيد الرئيس ولا لا ودي واضحه الحكايه واضحه هاللبانه هذه بتاع نثير قعد الباجي كل الانتخابات هو يعاود فيها اي واضحه الحكايه هو بالحق كان جي يحب يدافع على المراه وعلى الميراث وعلى حقوق المراه راهو تلفت لك نثير خادمات الفلاحه هذاكم اللي يمشوا من الظلمه للظلمه يا رسول الله وزيد يركبوا في كاميون من تالي وساعات يعملوا حادث تموت واحده ولا اثنين ما راهمش هذيك ما راتهمش بشرى بالحاجه حميده هذاكم الكل ما راتهمش ما شافتهمش ما في بالهمش بها انا نقول لك الكل راهو ضد نحنك محلك يوم يا تيسا لحظة لحظة يا نونو يعيشك لحظة معناتها انت ترى انت ترى يا نحترم بعضنا راهو نحترم السيدة اش تهرم احترام ما تحكي لهمش هذا مع الاحترام يا سوى الناس انت ترى يا نونو يعيشك عاد خلينا نكملوا الحس ايه جات النوبة نونو تو جات النوبة سي انت معناتها سوى الناس ترى انه ثم برشا عباد قاعده تاجر ملف نتاع نساء خاصه كي تقرب الانتخابات نرجعوا لك اللبانه نتاع نساء ولازمها وحقها حقها والميراث وكذا كذا يا ودي راهو ريت الجماعه كل الانتخابات ترجع لحكايه النساء باش تاجر بالنساء واضحه الحكايه ما همش يحبوا يعاونوا النساء وهذا راهو باقتراح من المقيم العام نتاع فرنسا اسمع معايشك ما تجيبش المقيم العام نتاع فرنسا راهو نكمل عاد نكمل عاد قصه ريحه نكمل يرحم والديك ما تجيبوش تجيب دور على الصحيح باهي يعيشك احنا كيف نرفز معك اي نعم هذا كله عجاز باقتراح من باعاز معناتها من المقيم العام نتاع فرنسا نحب نفهم حاجه كي دافع عن النساء وينهم هم من عايشه اللي ما كلتش اللحم وين عاش ويهي عاش اللي بكى على سي الباجي ايه بكى على سي الباجي ما كانش الحم ويهي هذي وين حقوق المرأة هني برافو يا سي نونو كملوا عايش انا نكملوا اش فهمت يلا بعد مش اي حل باه يعني انت باختصار سوى الناس ما غير تشنج وتنرفيز انت ضد قانون الميراث اللي معناتها ضد قانون المساواة في الميراث ضد هذه مش حكاية ضد ولا معاه خلينا نكونوا صريحين الشعب اش عنده ما يورث الخط ما عادش عندنا حتى شيء راه الشعب ما لقاش باش يداوي ما لقاش باش ياكل ما لقى حتى شيء الشعب ما عاد تحس الشعب جيعان انت وكذا ومريض الشعب مريض هذه ساعات الواحد تشد الجرثومه ما لقاش باش يعدي تقعد عند الجرثومه وتفهم روحها بروحها وتمشي وحدها خلي عاد باش يجي تو يورث
طبعا حديث راهو يتحدث. معناتها انت سينون ترى انت حسب رايك ترى القانون النجم يتعدى خاصه النهضه موجوده في ال... اسمعني انا نحب نقول لك حاجه ونحب نفسر لكم حاجه، راهو القانون الميراث هذايا باش يتعدى وبالسيف عليكم وحتى من النهضه باش تسترجل وتوافق عليه. انا بيدي كلمت صاحبي هذاك لطفي زيتو نتاع النهضه تعرفوا صحاب انت وياه بيان سور، قلت له يا لطفي كان ما تسترجلوش وتوافقوا على القانون هذايا بصراحه ما عادش نحكي معاك جمله جمله جمله. انت سي وناس ترى انه معناتها كما كنت تسمع قادر القانون باش يمر خاصه بوجود النهضه في ال... والله يا تحب الحق انا ما نستغربش، النهضه صادقت على قانون المصالحه، صادقوا على قانون الشراب، مشوا صلوا وعاودوا رجعوا صادقوا عليه، تكمل صادق على القانون هذا نتاع الميراث وهي استرفت استرفت، واضح الحكايه، انا ما نستغربش صراحه ما نستغربش. باهي شكرا. جادور جادور النهضه وقيادتها وكان يسترجلوا ويوافقوا على المصادقه هذه. الله يعطينا هجه من هالبلاد خلينا نرتاح. لحظه سي الله يعطينا هجه من هالبلاد. هذا مارك نقعد معاها، هذا مارك هذا اخر طلع يعطينا هجه من البلاد خلينا يقعدوا للمارك هضامه. ايش 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 اسمك ايش نقول لك؟ لحظه 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 انا نحب نشكركم اعزائي المشاهدين على المتابعه وان شاء الله نشكر زاد اخرى. نحب نشكر فعلا معناتها باهي سوى الناس من غير تشنج لازمك تسمع الراي المخالف يا عيش. انت شنو رايك سوى الناس في الموضوع هذا؟ ني شنو رايي؟ ني رايي كان ما جيتش في الاستوديو هنا راني نندب فيهم. ما تدوني اللحيه نندب لا لا عيشك يا سوى الناس يا سوى الناس تو ما تخليش ما راح نستنى لها والمواضيع اللي نحكوا بها يا سوى الناس ما تخليش الناس ما تخليش الناس التقدميين والحدثيين يتغشوا علينا خاطر بصراحه معناتها ماك تعرف الناس من ثم ناس تغار على الشيء هذا وما يعجبهاش الكلام نتاعك ما دامكم سكر راهو ثم ناس قاعده تقدم بالبلاد وقاعده انت قاعده تقدم.